يقول هل يجوز للنساء أن يردوا السلام على الأموات إذا مروا بالمقابر؟ أن يسلموا، ما بيردوا، يسلموا على الأموات إذا مروا. نعم، لا بس المرور، المرور إذا مر المسلم بالمقابر يسلم عليهم عموما، يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن في الأثر، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا للرجل والمرأة إذا مر. إنما الممنوع زيارة النساء للقبور، أما السلام عليهم وهي مارة مع الشارع أو مع الطريق ما في مانع. نعم.